بكم إلى جولة جديدة في السودان هذا المساء، أبدأها بالعناوين. مجلس الأمن الدولي يتوافق على إنشاء بعثة سياسية في السودان. لجنة مشتركة بين قوى الحرية والتغيير وحزب الأمة لهيكلة التحالف. تسجيل 39 إصابة جديدة بكورونا في السودان. قال مجلس الأمن الدولي في بيان إنه ينوي مناقشة التخفيض التدريجي لقوات حفظ السلام في دارفور يوناميد وإنشاء بعثة تخلفها توطئة لاتخاذ قرار بحلول نهاية شهر مايو. وطلب رئيس الوزراء عبد الله حمدوك في 9 فبراير الماضي من مجلس الأمن الدولي التفويض لإنشاء بعثة سياسية خاصة من الأمم المتحدة تحت الفصل 6 لدعم السلام. وقالت وكيل الأمين العام للشؤون السياسية وبناء السلام روزماري دي كارلو في تنوير لمجلس الأمن الدولي أمس الجمعة إن الوضع السيء في السودان يحتاج إلى دعم حقيقي بطريقة عاجلة، وأشارت إلى أن البعثة المرتقبة سيكون هدفها استكمال المرحلة الانتقالية بنجاح، وأضافت أن البعثة ستوفر استجابة فعالة للاحتياجات المتمثلة في دعم تحقيق المعايير السياسية الواردة في الإعلان الدستوري ودعم تنفيذ اتفاقيات السلام في المناطق المتأثرة بالصراع ودعم بناء السلام بقيادة وطنية وتعزيز مؤسسات حقوق الإنسان وسيادة القانون وتسهيل الدعم الدولي للإصلاحات الاقتصادية التي تضع السودان على طريق التنمية المستدامة. وأبدى مندوب الولايات المتحدة في مجلس الأمن الدولي تأييد بلاده لطلب حكومة السودان بإنشاء بعثة جديدة للأمم المتحدة، وأشار إلى أن البعثة ستدعم حكومة رئيس الوزراء عبد الله حمدوك وستعمل على تعزيز الاستقرار السياسي في البلاد خاصة في المناطق المتضررة من النزاع المسلح. كشف مدير مكتب الصادق المهدي عن لقاء تم بين المهدي وكل من رئيس الوزراء عبد الله حمدوك ووزير مجلس الوزراء عمر مانيس بمنزل المهدي بالملازمين. وقال مدير مكتب المهدي إبراهيم علي إبراهيم في تعميم صحفي إن الزيارة جاءت على خلفية محادثة تلفونية تمت بين رئيس الوزراء والإمام الصادق، وقد سلمه الإمام على إثرها مشروع حزب الأمة بعنوان نحو عقد اجتماعي جديد، وهو عبارة عن تحليل للأوضاع مصحوب برؤية إصلاحية لاستعادة عافية الفترة الانتقالية. وأكد أن اللقاء تناول الأزمة الاقتصادية بالبلاد على ضوء الورقة المرجعية التي كتبها الإمام الصادق المهدي نحو نموذج اقتصادي جديد للتنمية، إضافة إلى أهمية تقوية الشراكة المدنية العسكرية لإنجاح الفترة الانتقالية وضرورة تماسك الحاضنة السياسية قوى الحرية والتغيير. وبحسب إبراهيم أن الصادق أوضح رؤى حزب الأمة الحاضنة بل لإصلاح الحاضنة وتطويرها من تحالف إلى جبهة ذات ميثاق وهيكل منضبط، ذلك كشرط لتحقيق فعاليتها في دعم أجهزة الدولة وملابسات تجميد الحزب لعضويته لأسبوعين في إطار الضغط لتحقيق الإصلاح المنشود. كما تطرق اللقاء للجهود الكبيرة المبذولة لمكافحة جائحة كورونا، واتفق الطرفان على مواصلة الحوار الذي لفته روح عالية من الشفافية والاحترام المتبادل. شكل المجلس المركزي لقوى إعلان الحرية والتغيير لجنة مشتركة مع حزب الأمة القومي بزعامة الصادق المهدي للنظر في المطالب التي أعلن بسببها الحزب تجميد نشاطه في قوى التغيير لمدة أسبوعين، ورهن عودته للتحالف بالاستجابة لمطالبه. وكان حزب الأمة القومي دفع بمذكرة للمجلس المركزي قرر فيها تجميد نشاطه في هياكل قوى إعلان الحرية والتغيير لمدة أسبوعين، وانتقد ما أسماه باضطراب موقف القيادة السياسية لقوى إعلان الحرية والتغيير بصورة مخلة، ودعا حزب الأمة في المذكرة إلى عقد مؤتمر تأسيسي لقوى الثورة الموقعة على إعلان الحرية والتغيير داخل وخارج هياكل قوى التغيير الراهنة، واعتماد عقد اجتماعي جديد لإصلاح هياكل الفترة الانتقالية لتحقيق مهامها الواردة في الوثيقة الدستورية. وشرعت قوى الحرية والتغيير قبل شهر بالترتيب لمؤتمر تداولي لإعادة هيكلة الأجهزة داخل قوى إعلان الحرية والتغيير وتوسيعها بغرض إشراك بعض قوى الثورة غير الممثلة في الهياكل.
أعلنت وزارة الصحة الاتحادية عن تسجيل 39 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد متضمنة حالة وفاة جديدة، وذلك حسب آخر التقارير الصادرة عن الوزارة. ووفقا لآخر إحصائية، ارتفع العدد الكلي لحالات الإصابة بالفيروس منذ بداية الوباء إلى 213 حالة متضمنة 17 وفاة. وأشارت وزارة الصحة إلى أن الحالات الجديدة سجلت في ولاية الخرطوم 36 حالة الجزيرة، 36 حالة في ولاية الخرطوم، وحالة واحدة في الجزيرة، وحالة في البحر الأحمر، وحالة واحدة في ولاية وسط الدارفور. وأشارت وزارة الصحة الاتحادية إلى أن ولاية القضارف كانت قد سجلت حالتين ضمن الحالات التي أعلن عنها سابقا. وتشير التقارير إلى أن 5 حالات تماثلت للشفاء، ليرتفع العدد الكلي للمتعافين ل19 حالة. أعلنت السلطات بولاية القضارف إغلاقا تاما للولاية اعتبارا من بعد غد الاثنين المقبل، ويستمر لمدة 10 أيام. يأتي ذلك في عقاب الإعلان عن حالتين مؤكدتين بالإصابة بفيروس كورونا المستجد بمحلية الفاو. وقال عبد الوهاب إبراهيم عوض الناطق الرسمي باسم حكومة الولاية إن السلطات قررت إغلاقا كاملا للولاية في عقاب النتائج الإيجابية لحالتين من المخالطين لمريض متوفى بمحلية الفاو. وعلى ضوء ذلك، تم اتخاذ كافة التدابير الاحترازية بعزل القرية 16 بمحلية الفاو ابتداء من اليوم، وإغلاق كل المنافذ المؤدية إليها، مع تجهيز مركز للعزل بمدينة الفاو مستعد لاستقبال أي حالة اشتباه. وقال عبد الوهاب إن اللجنة العليا للطوارئ أعلنت عن جملة من الإجراءات تمكن المواطنين من توفير احتياجاتهم اليومية خلال فترة الحظر المعلنة. باسم حكومة القضارف نعلن وندق ناقوس الخطر أن القضارف الآن أصبحت بها حالتين من هذا المرض العضال، وهو مرض الكورونا، وهي بمحلية الفاو. وقد تمت التدابير لهذا الأمر، ونحن في الأيام القادمة على حسب قرار مجلس الوزراء حيتم قفل القضارف يوم الاثنين، ومن الآن يوم السبت هذا النهار يتم قفل محلية الفاو وقرية من قرى الفاو برضه صاحبة الوباء، وهي القرية 16. أكملت اللجنة العليا للطوارئ الصحية بولاية القضارف عمليات إخلاء بل إجلاء طلاب الخلاوة وإعادتهم إلى مناطقهم ضمن حزمة الإجراءات الوقائية المتخذة لمجابهة جائحة كورونا. وودعت الولاية الفوج الأخير المكون من 16 طالبا ليصل العدد الكلي إلى أكثر من 2600 طالب تمت إعادتهم. وقال عبد الوهاب إبراهيم عوض الناطق الرسمي باسم حكومة ولاية القضارف إن العملية قد تمت بنجاح تام وتنسيق عالي بين الشركاء، مشيدا بالتعاون الكبير من قبل شيوخ الخلاوة منظمة اليونسيف، وشدد في الوقت نفسه على اتباع الإرشادات الصحية للولاية من هذا المرض. الحمد لله بتوفيقه قد وفقنا في إخلاء معظم ولاية القضارف، واستقبلنا عدد من الولايات ومن المحليات. نحن إذا حسبنا بالعدد، نحن الآن من استقبال ومغادرة حوالي 2600 ونيف، فمن عدد الطلاب، فكان يتم استقبالهم في دار الشباب، ونحن مع شراكات كذلك. الشكر لإخواننا في يونيسيف وفي لجنة ديوان الزكاة. وفي السياق، قالت أنسام علوبة الأمين العام لمجلس رعاية الطفولة بولاية القضارف إن الهدف الأساسي لمجلسها يركز على حماية الأطفال وتوفير وسائل نقل آمنة تجنبهم ما قد يتعرضون له من استغلال مع ظروف إغلاق المعابر. وأشادت بروح التعاون التي وجدتها من قبل حكومة الولاية. الحمد لله، قد يكون هذا هو الفوج الأخير بالنسبة لنا، متجه إلى ولايتي كردفان ودارفور. تم التنسيق عبر شبكة FTR أو لم الشمل بالمجلس القومي لرعاية الطفولة، والتحية من هنا إلى إخواتي العاملات الأمينات بالمجالس بولايات السودان المختلفة، وللسيد الأمين العام أستاذ عثمان بشيبة، استطعنا من خلاله أن نقوم بعملية كبيرة للتنسيق بإيصال كل طفل لأسرته. يمكن المهام الأساسية لمجلس رعاية الطفولة هي أن الحفاظ على الأطفال وإيصالهم شملهم بأسرهم، بحيث أنه ما يتعرضوا لأي إهمال أو عنف أو استقلال، حقاصة مع إغلاق المعابر وعدم توفر وسائل للتوصل بين الولايات. أكد عضو المجلس السيادي رئيس اللجنة العليا للطوارئ الصحية صديق تاور أن هناك تحسنا تدريجيا في إمدادات الوقود والغاز بوجود كميات كافية منه،
حسب إفادة وزير الطاقة والتعدين، فيما شدد على أن الحظر الصحي المفروض حاليا ليس إجراء عقابيا بحبس المواطنين في منازلهم، وإنما لتوفير الظروف التي تمنع المواطنين من تعريض بل تمنع المواطن من تعريض نفسه لمخاطر وباء كورونا الفتاك. وعقدت أول اجتماعا مشتركا مع الغرفة المركزية للطوارئ بولاية الخرطوم اليوم السبت، ودعا المواطنين إلى التعامل مع الإجراءات الصحية من زاوية الهدف الأساسي وليس من زاوية الحبس. وقال تاور انه تم خلال الاجتماع المشترك الاطمئنان على تنفيذ موجهات اللجنه العليا للطوارئ الطبيه والتحديات التي تواجه ولايه الخرطوم في تنفيذ مهام الوزارات المكلفه بتوفير الوقود والغاز والدقيق والسكر والتكدس في الطلمبات والمخابز والميادين. ونوه تاور الى زياده كميات دقيق الخبز والبدء في ترحيل السكر المدعوم من الجنيد الى الخرطوم. أعلنت لجنة تنسيق شؤون أمن محلية الخرطوم برئاسة المدير التنفيذي للمحلية عواطف عثمان النور عن إنشاء 3 نيابات متخصصة لتنفيذ أوامر الطوارئ الصحية المتعلقة بكسر حظر التجوال المفروض للحد من انتشار جائحة كورونا. وعقدت اللجنة اجتماعا طارئا بحضور مدير شرطة المحلية العميد إبراهيم بشارة وأعضاء اللجنة، ووجهت بحظر جميع التجمعات خلال شهر رمضان ومنع الإفطارات الجماعية وإيقاف صلاة التراويح وصلاة الجماعة والجمعة وتعميم منشور بذلك لأئمة المساجد وفقا للقرارات الواردة من اللجنة العليا للطوارئ الصحية. وطالبت جميع جهات الاختصاص من القوات النظامية والقانونية والعدلية بالتشديد في ضبط المتفلتين والممانعين لقرارات حظر التجوال وتقديمهم لمحاكمات فورية حسب أوامر الطوارئ السارية. أصدرت السلطات المختصة بولاية النيل الأبيض قرارا بإغلاق حدود الولاية للحد من انتشار كورونا، كما قررت سلطات الولاية تمديد ساعات الحظر ومنع التجمعات. إلى ذلك تنشط وسائل الإعلام بالولاية في إطلاق حملات تثقيفية للتوعية بمخاطر الفيروس ومتابعة المستجدات حول جائحة كورونا، بجانب بث مشاعل وأعمال درامية تسهم في رفع الوعي المجتمعي بخطورة الجائحة. مع قدوم شهر رمضان المبارك وتجاوز حالات الإصابة بفيروس كورونا حاجز 170 حالة في السودان، بدأت إذاعة ولاية النيل الأبيض إطلاق برمجة تعنى برفع الوعي بمخاطر الفيروس من خلال برامج ونشرات متخصصة خدمة لمستمعيها ووقاية من الجائحة. برامج خاصة لنشرة كورونا وبرضو عمل الدراما لنشرة كورونا وبرضو عملنا مشاعل لنشرة كورونا، دي كلها طبعا اغلبيتها اشتغلت الجانب الفني، المدير بوجه الجانب الفني كاداره تنفيذ، احنا بنشتغل الحاجات دي والحمد لله يعني الناس لقت قبول في 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 الدرامات اللي اشتغلناها. يعني اي زول يلاقيك يقول لك انا سمعت في اذاعه النيل الابيض انه في كورونا جايه وكورونا وكورونا وكورونا. احنا الاحترازات التي وجهت بها وزارة الصحة للحماية من فيروس كورونا الفتاك حتى تمر هذه الأزمة بسلام وحتى تعود الحياة إلى عافيتها وحتى نعود معافين كما كنا من قبل. وتوزعت برامج الشهر الكريم بإذاعة النيل الأبيض بين الروحانيات والتراثيات بجانب جرعات ترفيهية وسياسية وأخرى تناقش التدابير الاحترازية للوقاية من مخاطر الجائحة. خاصة الإذاعة كذلك نشرة خاصة متخصصة باسم نشرة كورونا تحتوي على التقارير الإخبارية المسجلة والاستطلاعات وآخر الأخبار على المستوى القومي وكذلك المستوى المحلي والمستوى العالمي، تتابع من خلاله تداعيات فيروس كورونا المحتمل. فهنا وإلى جانب الإذاعة يسعى متطوعون من خلال حملات ميدانية إلى رفع الوعي بمخاطر الجائحة، وذلك عبر وسائل اتصال متنقلة بجانب تثبيت ملصقات تثقيفية في الساحات والشوارع العامة، جهود قد تسهم في التقليل من خطر الفيروس. مع تزايد معدلات الإصابة بالجائحة على مستوى السودان أصدرت ولاية النيل الأبيض قرارا قضى بإغلاق الحدود والأسواق وزيادة ساعات الحظر لتبدأ من 4 عصرا وحتى 6 من صباح اليوم التالي، قرارات قد تسهم في خفض معدلات الإصابة. صديق السيد البشير الشروق، ولاية النيل الأبيض، كوستي.
أعرب رئيس دولة جنوب السودان سلفا كير مايردت عن بالغ تعازيه للسودان في رحيل السياسي والمفكر منصور خالد، ووصف سلفا كير منصور خالد بأنه من عمالقة الفكر والنضال مع الحركة الشعبية منذ العام 1985. وأضاف سلفا كير أن الراحل منصور خالد كان يتمنى أن تحل جميع قضايا جنوب السودان وأن يظل السودان موحدا ينعم بالديمقراطية والعدالة التي يعمل من أجلها الجميع. وأوضح رئيس دولة جنوب السودان أن دكتور منصور خالد قدم مجهودات عظيمة وساهم بكل جهد وكان واحدا من الذين حققوا اتفاق السلام الشامل. ضبطت القوات المشتركة السودانية الليبية بالولاية الشمالية شاحنات كبيرة على الشريط الحدودي تحمل مواد مهربة. وجدد والي الولاية الشمالية المكلف اللواء ركن محمد الحسن السعوري جدد دعم حكومة الولاية الشمالية ووقوفها مع القوات المشتركة السودانية الليبية والإدارة العامة لمكافحة التهريب وكل الجهات العاملة في تأمين الحدود والسيطرة على الاقتصاد القومي من جرائم التهريب. يعني هنظل داعمين لكم، هنظل واقفين معاكم، هنظل واقفين معاكم وقدامكم طالما انتوا قاعدين تحافظوا على اقتصاد البلد دي، لانه في ناس ضعاف النفوس لا زالوا بيتاجروا بالازمات، لا زالوا بيستغلوا الفرص، بيتاجروا بيهربوا الوقود، بيهربوا الدقيق، بيغلوا في الاسعار، لانه ديل مواطنينهم ما جايبين خبرهم. عشان كده نحن الناس اللي قبضتوهم ديل والعربات اللي قبضتوها دي ان شاء الله يكونوا في العمل للباقيين. اصله لازم تستادر العربات، لازم تستادر العربات قبل البضاعه. لازم تصادر العربات عشان يعرفوا انه هو بيتحرك بحاجه ثاني ما حيلقاها. الى ذلك اوضح رئيس شعبه الاستخبارات بالقوات المشتركه السودانيه الليبيه بالشماليه المقدم ملاذ حسن اوضح ان الضبطيه تمت بناء على المعلومات التي توفرت للقوات المشتركه السودانيه الليبيه، واكد انهم سيظلون العين الساهره لبسط الامن والاستقرار وتامين الحدود وحمايه الاقتصاد. تعاملنا بجديه مع المعلومات ونصب كمين محكم. الحمد لله تمكننا من القبض على العربات وهي عدد 4 عربية، 2 زد اس سودانية و2 عربية افيكو من دولة مجاورة، وحصيلة المقبوضات 2400 كرتونة سجاير أجنبي وعدد 100 كرتونة كريمات. نحب نطمن المواطنين بأنه شعبة الاستخبارات بالقوات المشتركة السودانية الليبية والقوات المشتركة السودانية الليبية ستظل حامية للحدود. سودان هذا المساء متواصل معكم وفيه بعد قليل. آلية جديدة لتوزيع الغاز عبر الوكلاء بإشراف القوات النظامية. أهلا بكم من جديد، وإلى هذه الطائفة من أخبار العالم أبدأها من إيران، حيث قال الرئيس الإيراني حسن روحاني اليوم السبت إن بلاده تراقب عن كثب الأنشطة الأمريكية لكنها لن تكون البادئة أبدا لصراع في المنطقة. وذكرت وسائل إعلام رسمية إيرانية أن تصريحات روحاني التي تتزامن مع تصاعد التوتر بين واشنطن وطهران جاءت خلال مكالمة هاتفية مع أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني. ونقلت وسائل الإعلام عن روحاني قوله في المكالمة التي تمت بمناسبة بدء شهر رمضان: الجمهورية الإسلامية تراقب الأنشطة والتحركات الأمريكية عن كثب لكنها لن تكون البادئة أبدا لصراع في المنطقة. وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم الأربعاء إنه أمر البحرية الأمريكية بإطلاق النار على أي سفن إيرانية تتعرض لها في البحر. كشف خطاب اطلعت عليه رويترز أن دوتشا بانك رفض طلبا من أعضاء بارزين في مجلس الشيوخ الأمريكي للحصول على معلومات بشأن معاملات أجراها البنك الألماني مع الرئيس دونالد ترامب وأسرته في الآونة الأخيرة. وطلب 4 من أعضاء مجلس الشيوخ البارزين بقيادة إليزابيث أن هذا الشهر طلبوا تفاصيل من كريستيان سوينغ الرئيس التنفيذي لدوتشا بانك بشأن معاملات البنك هذا العام مع ترامب وشركات أسرته. وتشير ملفات إلى أن دوتشا بنك من أكبر المقرضين للفنادق وملاعب الغولف وغيرها من العقارات التي يملكها ترامب. ويشعر أعضاء مجلس الشيوخ بقلق من أن يكون البنك قد منح أسرة ترامب معاملة تفضيلية في إعادة سداد القروض في عقاب تفشي فيروس كورونا، فيما يظل البنك نفسه قيد تحقيقات تجريها وزارة العدل الأمريكية.
أوصى المجلس الأعلى للدفاع في لبنان الحكومة بتمديد إجراءات العزل لمواجهة كورونا لمدة أسبوعين حتى 10 مايو، لكنه قال إنه يجب استعادة العمل في بعض القطاعات الاقتصادية تدريجيا في الأسابيع المقبلة. وقال مجلس الدفاع إنه يجب تمديد فترة العزل لتجنب موجة ثانية من الوباء من شأنها أن تشكل كارثة لا تحتمل. ووضع المجلس جدولا زمنيا من 5 مراحل، تبدأ الأولى في 27 أبريل والأخيرة في 8 يونيو، على أن يعود للحكومة تحديد الأنشطة الاقتصادية التي سيسمح لها بإعادة العمل تدريجيا وفقا للمراحل الزمنية وضمن شروط معينة. في أخبار الاقتصاد، أعلنت الحكومة السودانية أنها تلقت طلبات من دول صديقة لمدها بمواد غذائية لمواجهة التداعيات الاقتصادية التي خلفتها الإجراءات الاحترازية في العالم للحد من انتشار كورونا. وأشارت إلى استمرار عمليات الصادرات والواردات بالبلاد لبناء مخزون من السلع الاستراتيجية التي يمكن أن يتأثر استيرادها بالإجراءات الاحترازية للحد من كورونا. وقال وكيل وزارة الصناعة والتجارة محمد علي عبد الله إن تأثير كورونا لن يوصل البلاد لمرحلة المجاعة، كما ورد في تقرير برنامج الأغذية والزراعة التابع للأمم المتحدة. وأشار إلى أن المخزون الاستراتيجي من السلع مطمئن، وأنهم يسعون لبناء مخزون من كل السلع لتفادي أي تداعيات محتملة جراء الإجراءات الاحترازية لمواجهة انتشار الوباء. حذر مستوردون من حدوث ندرة في بعض السلع خلال الفترة المقبلة، ووصفوا حركة الاستيراد الحالية بشبه المتوقفة، وقالوا إن معظم عمليات الاستيراد الحالية هي لتعاقدات سابقة قبل إجراءات فرض الحظر. وتوقع الأمين العام للغرفة القومية للمصدرين السودانيين الصادق جلال بحسب صحيفة الشرق الأوسط أن تؤدي إجراءات الحد من انتشار كورونا إلى ندرة في بعض السلع المستوردة، وقال إن تأثيرها لن يكون كبيرا إلا إذا اتجهت الدولة لتطبيق إجراءات أخرى تؤدي لإيقاف الاستيراد. وقال إن تقييد الحركة في البلاد أثر على عملية تبادل المستندات للمستوردين مع الميناء في بور سودان نتيجة توقف عمل شركات البريد، بالإضافة إلى ما وصفه بالهزة في عمل النظام المصرفي. أصدر وزير الطاقة والتعدين عادل علي إبراهيم قرارا بتشكيل لجنة طوارئ لتوزيع ورقابة غاز الطبخ، وشملت مهام اللجنة إيقاف توزيع الغاز عبر الميادين لضمان سلامة المواطنين من وباء كورونا. وتواصلت شكاوى مواطني ولاية الخرطوم من استمرار أزمة غاز الطبخ وتأخر وصول الغاز إلى الميادين العامة لأكثر من 3 أيام. ويقع على عاتق اللجنة تأمين مستودعات الغاز بمنطقتي الجيل والشجرة بقوات مشتركة من كل الأجهزة الأمنية، إضافة إلى تأمين مسار مرور ناقلات الغاز من المستودعات إلى أماكن توزيعها بمجمعات الوكلاء بالأحياء، وتأمين التوزيع داخل الأحياء عبر لجان التغيير والخدمات بالأحياء مع وكيل المنطقة بواسطة القوة النظامية المشتركة، ومنع دخول أي قوات نظامية أو مواطنين داخل المستودعات، ومنع البيع لهم من المستودع. أصدر مدير الشركة السودانية للموارد المعدنية مبارك أردول قرارا بتشكيل لجنة لمواصلة الجهود القومية والولائية لحل مشكلة مواقع التعدين بالولاية الشمالية وإزالة الاحتقان من خلال التواصل مع كافة الجهات. كما أصدر مبارك أردول قرارا آخر بتشكيل لجنة لمتابعة قضايا التعدين بمحلية الردوم بولاية جنوب دارفور وإيجاد الطرق المثلى لحل المشكلة للنهوض بقطاع المعادن وتدليل كافة الصعاب. وأشار القرار إلى تعزيز مشاريع المسؤولية المجتمعية بمناطق الإنتاج. وفي أخبار الرياضة، أبدت الأوساط الرياضية تقديرها للمبادرة التي أطلقها نجوم كرة القدم
لمساعدة الأسر محدودة الدخل لمجابهة تداعيات جائحة كورونا والوضع الاقتصادي الراهن وحلول شهر رمضان المعظم. وتأتي حملة نجوم كرة القدم الدوليين تحت اسم أخوان في الخير وتهدف لتوزيع مساعدات عينية للأسر، وشرع كل من الكابتن فيصل العجب وسيف مساوي وأكرم الهادي وعبد اللطيف بوي وعلي جعفر وحسين الجريف والإعلامي هيثم كابو في إعداد سلة رمضان وتوزيعها. وقال اللاعب أكرم الهادي سليم لباد نيوز إن المبادرة لم تكن غريبة على المجتمع الرياضي، يتوقع أن تشمل المساعدات 200 أسرة بجانب 100 أسرة من قدام اللاعبين. وقال الكابتن فيصل العجب إن المبادرة تأكيد على أن لاعبي كرة القدم لا ينتهي دورهم داخل المستطيل الأخضر. يدرس اتحاد كرة القدم جملة خيارات للخروج من المأزق الذي يواجه الموسم الرياضي الحالي جراء جائحة كورونا، وينتهي الموسم الرياضي الشهر القادم، لكن مرض كورونا أجبر الاتحاد على وقف النشاط الرياضي في البلاد استجابة لقرار وزارة الصحة التي منعت التجمعات للحد من انتشار المرض. ومن بين الخيارات اعتماد بطلا لمنافسات مسابقة كرة القدم في مستوياتها المختلفة أو إلغاء المنافسة، واعتماد ترتيب أندية الدرجة الممتازة الموسم الماضي لتحديد ممثلي السودان في بطولة دوري أبطال أفريقيا والكونفدرالية. في ختام السودان هذا المساء، هذا تذكير بأبرز العناوين. مجلس الأمن الدولي يتوافق على إنشاء بعثة سياسية في السودان. لجنة مشتركة بين قوى الحرية والتغيير وحزب الأمة لهيكلة التحالف. تسجيل 39 إصابة جديدة بكورونا في السودان. نهاية السودان هذا المساء، قدمتها من قناة الشروق. إلى اللقاء.